فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى ينتهي وقت الوقوف بعرفة فيحكم عليه بالفوات؟ طلع الفجر ليلة العيد، إذا طلع الفجر ليلة العيد فاته الحج وهو ما وقف. أما لو جاء ولو لحظة، لو جاء ولو لحظة من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد، لو جاء عرفة ولو لحظة أدرك الوقوف. نعم.